المملكة العربية السعودية تقدم العمل الإغاثي والإنساني بهدف الوصول للإنسان ورفع معاناة الإنسان أينما كان، وهذا هو ديدن المملكة العربية السعودية منذ عقود. في الواقع تعد المملكة العربية السعودية من الدول الرائدة في الأعمال الإنسانية وفي مد يد العون ومساعدة المحتاجين في معظم دول العالم، ووضح ذلك جلياً في المبادرات الإنسانية التي تدعمها المملكة، إضافة إلى المراكز الإغاثية التي تنشئها. ولعل أبرز هذه المراكز الإغاثية مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ويقوم المركز بأعمال عظيمة يأتي من أبرزها تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والخيرية الخارجية للمملكة، إضافة إلى تطوير الشراكات مع المنظمات الرائدة في العمل الإنساني وتطوير آلية فعالة تضمن الاستجابة السريعة للتعامل مع الأزمات الإنسانية، وكذلك القيام بزيادة أثر المساعدات المقدمة من المملكة العربية السعودية بهدف استدامتها من خلال تحسين عمليات الإشراف والمتابعة والتقييم. يحتفل المركز بتدشين منصة المساعدات السعودية التي أقيمت بتوجيهاتكم وإنفاذاً لأمركم الكريم. واستطاع المركز خلال فترة وجيزة بدعم ومتابعة من القيادة الرشيدة إنجاز عدد كبير من المشروعات الإغاثية شملت العديد من الدول والمحتاجين، مما يعكس رؤية المملكة بأن يد المملكة في العمل الخيري تمنح لجميع من يحتاجها بعيداً عن كل التصنيفات، حيث نفذ المركز أكثر من 1,750 مشروعاً تعاون مع 168 من الشركاء العمل الخيري بتكلفة تقدر بأكثر من 3 مليار، استفادت منها 44 دولة. وهو خادم الحرمين الشريفين يؤسس مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ويؤكد على حيادية هذا العمل الإنساني وأن هذا العمل ليس وراءه أي دوافع أخرى. واستطاعت المملكة أن تتبوأ بهذه الجهود الإنسانية العام الماضي المرتبة 6 ضمن قائمة أكبر 10 دول مانحة للمساعدات الإنمائية في العالم. ولم يعد الدور الإنساني العظيم الذي تقوم به المملكة خافيا عن أحد، لأنه جزء من رسالتها السامية وأهدافها النبيلة بالوقوف جانبا إلى كل محتاج لتحقيق وسائل الحياة البسيطة. وخير المملكة وأعمالها الإنسانية تعد واجهة مشرقة وعمل مستمر في كل الظروف والأزمنة.